وإن سعيكم لشتى، فريق في الجنة وفريق في السعير. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا الخيار بس فوق الأرض. يوم تتحشرج الروح في الصدر يسحب منك الصلاحيات، فليس فيه خيار. أسألك بالله أخي، يا من متعت نفسك بالمحرمات، هل أنت مرتاح؟ تكذب والله إن قلت نعم، لكن أريدك الآن إذا خرجت تذهب إلى الإنترنت، تضرب إحصائية العام الماضي 2001 وانظر بنفسك كم عدد حالات الانتحار العام الماضي. 21,000 حالة انتحار شاب وشابة. طيب أنا لا أكون مغفل حتى أموت، ما دام عندهم الحرية وعندهم كل شيء والتكنولوجيا والحضارة، ليش انتحرون؟ الحين نرى شبابنا إلا من رحم الله تلقاه يروح ويجيب الرياض رايح وجاي، فالأخير تطلع عنده محصلة يقول لك الرياض هذه ما فيها مكان تروح له، يجلس على الأغاني ويرقص، بعدين يدخل البيت يقول تراها هنا واصلة، لا أحد يكلمني، ليش واصلة هنا؟ ما أبسطك الدخان وما أسعدتك الأغاني، ليش داخل ضايق صدرك؟ لا تغفل حتى تموت، اسأل نفسك 10 دقائق، لأن صعبة أنك ما ترتاح فوق الأرض لأنك تعصي الله، ولا ترتاح تحت الأرض ولا ترتاح يوم العرض، والله مشكلة. فهذا مصير لا بد أن نسأل أنفسنا. تريد الإجابة على هذا الاستفهام، لماذا ينتحرون ولماذا أكثر شبابنا ونساءنا عايشين حالة نكد وطفش؟ واحدهم يقول والله ما أحد فهمني، يسافر ترجع لحالة الضنك، يقول اشتقت للرياض وعلى هذا الدوام لن يموت بس يقطع الوقت. تريد الإجابة لماذا كل هذا؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لأنه أهون على الله من الجعلان، طرب السمع بأنواع الغنى ثم ضاق الصدر وتعاطى الخمر ما استراح، وراح يعبث في النساء، مل من دنياه قرر وانتحر. يحسب المسكين راحته الممات، جاهل باللحد وبضيق القبر، لا وربي ما السعادة في الحياة بالنساء وبالغناء وبالسكر. إذا أردت أن تعرف إلى أي مدى أنت ظلمت نفسك، إذا خرجت مع هذا الباب فاركب سيارتك وخذ الأشرطة في الأغاني، لا تكسرها، لا يحتاجك الله أبدا، لا يحتاج، خذها أنزلها معك البيت، وخذ معك أي أفلام، وخذ ريموت الكنترول حق الدش، لا تكسر شيء، اسمعني، الملك وخزائن السماوات ما نقصت تنتظر توبتك، لا، لكن اجمعها. وإذا كانت أختك أو زوجتك أو بنتك تلبس العباية اللي على الكتف الناعمة الرقيقة الجذابة، يا رجال ولا يبدين زينتهن، ولو كان ما عندنا دين وين الغيرة؟ يعني لا رجولة ولا إيمان. ضعها أمامك بس دقيقتين بعد هذا الصبات العميق، دقيقتين استشعر معي، وبعدها إذا أردت أن تعود إلى سباتك فعود، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. أريدك أن تستشعر معي وأن تنظر إليها، والجبار والملك والواحد القهار الذي خلقك من تراب ولم تك شيئا، ولو أراد أن يأخذك في هذه الليلة وتحاسب عن كل خروج تخرج هذه البنت وتفتن الناس ويحاسبك عنها لفعل في هذا اليوم، والله الذي لا إله إلا هو، إذا لم تغيرها الآن أنت يا من
إلى الآن ما اقتنعت أنك تغيرها وتقول طفش، أنت سيأتي يوم والذي نفسي بيده ستعض الأصابع وتبكي الدم، ربي أخرجني وكفرها. فيقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. أسأل الله أن لا نكون منهم. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. يشرح صدرك فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اشتاق الجنان والقصور. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، بس اللي يخافون، أما اللي ما يخاف ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. فستذكرون ما أقول لكم. سنجتمع في صعيد آخر 50,000 سنة فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. كل خطوة وكل حرف سجلت واطلع عليك الملك. حسبنا الله ونعم الوكيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله عني. كأن الموت قد نزلا ففرق بيننا عجلا، كفى بالموت موعظة ومعتبرا لمن عقلا. الموت قد نزلا.